ركزنا حول كيفية استغلال هذا الوضع، استغلال هذه الإيجابيات المستجدة وتعزيز التعاون العربي بهدف تخفيف تداعيات الوضع الدولي المتفاقم على دولنا العربية. وكلنا يعلم بأن التطورات الإيجابية الأخيرة لم ترق لصناع الفوضى الدوليين، وتحركوا فورا وبسرعة من أجل إعادة الدولاب أو عجلة التاريخ إلى الخلف. الضرورية إلى جميع فئات الشعب. العراق يدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بما يحقق مصالح الشعب السوري وضمان استمرار وصول وإدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية إلى جميع فئات الشعب السوري، وبالشكل الذي يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية ونقص وشحة المتطلبات المعيشية الأساسية. Thank you.